دوما دوما تك دوما دوما تك احلى برنامج من دون شك. دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي الحقيقة من دون عك. دوما دوما تك دوما دوما تك لغز السياسي عنده الفك. دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي بجرأة ولا مرة لك. دوما دوما تك دوما دوما تك بننطر وقته تيك ورا تك 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 تيك تك تيك تك تيك تك تيك تك. العوافي من ديمقراطية. ما زالت قضية صاحب السمو الملكي الأمير السعودي عبد المحسن بن وليد بن عبد العزيز آل سعود اللي كان عم بيهرب 2 طن من حبوب الكابتاجون عبر مطار بيروت عم تتفاعل. العوافي للوزير نهاد المشنوق. العوافي 2 طن من حبوب الكابتاجون، في حدا بيقدر يهرب عبر المطار 2 طن؟ يا ريت بس 2 طن، طلع الاخ مهرب 2 طن و3 سردين، ربنا يستر. يا لطيف. طيب السفير السعودي العسيري زارك اليوم بوزارة الداخلية؟ بتمنى ما حدا يربط زيارة سعادة السفير السعودي بقضية الامير مهرب المخدرات. السفير العسيري زارني بوزارة الداخلية لأنه سيارته أكل ضبط رادار سرعة ب300,000 ليرة، فطلب مني أعفي من هالضبط لأنه الأوضاع الاقتصادية بالمملكة مدقرة شوي هالأيام. أوكي. طيب هالأمير السعودي أعلن بالتحقيق معه إنه هالتنين طن من حبوب المخدرات هني للاستعمال الشخصي، إنه كيف شخص بيستهلك 2 طن كابتاجون؟ بظن بياخدهم تحاميل. يعني معك ما في مساومة. أنا كوزير داخلية ما حدا بيضغط علي، لكن قضية هالأمير صارت بالقضاء. بس القضاء أشرف من أنه حدا يتدخل فيه. قلت أشرف؟ حلوة منك، شكرا أستاذ شربي على هالإطراء. هيدي أول مرة بتحكي عني منيح. ما توخزني زليت لسان. شكرا للوزيرين. وهلأ خلونا نشوف جيرار لارشي رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي كيف طرح 3 أسماء لرئاسة الجمهورية ما في بيناتها اسم الجنرال. تيك تك تيك تك تيك تك. جنرال بدي خبرك خبرية بس ما تفقسك. عن لارشي؟ نعم، قال انه جيرار لارشي رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي لما كان ببيروت يوم السبت طرح 3 اسماء لرئاسة الجمهورية. وبين هالثلاث اسماء ما في اسم لامي جعون. خبروه؟ نعم، عرفت الخبرية من 3 ايام. معصب جنرال؟ لا، بس بدي اعرف هالاخو اللهية لارشي وكعشو استند؟ كيف لحتى اختار هالثلاث أسامي المسيو لارشي؟ وعلى أي أساس استبعد اسم العماد عون المسيو لارشي؟ اي والله لارشي ولارشي بيو ولارشي سليلته كلها، حتى المملكة مستعدة ترشي لارشي بس ما يجي الجنرال. استراحة إعلانية ومن بعدها فيلم رعب أزرق. تيك تك تيك تك تيك تك. من تابع ديمقراطية. كان الرئيس سعد الحريري عم يحضر فيلم رعب، وفجأة بفوت النايب فتفت والرئيس السنيورة وبيحضروا كلهم سوا فيلم الرعب. شو هو فيلم الرعب هيدا ومن شو مرعوبين الشباب؟ خلونا نشوف وبكرة بشوفكن. تيك تك تيك تك تيك تك. ياي شي مرعب على الآخر. اف يا رب دخلك شيخ سعد. هذا أنا فتفت. نقصتني عم أحضر فيلم رعب، قلبي مرعوب يا فتفت. خليني شوف. فعلا شي مرعب. السلام عليكم. ليش نقصته؟ عم نحضر فيلم رعب. الرعب على الآخر. أنا انقطع نفسي لما شفته. خليني أشوف. يا ويلاه، العونية والقوات وقعوا قانون استعادة الجنسية؟ عجبك يا فؤاد؟ أنا مش عم صدق. مبلا صدق يا فتفت صدق.
عم تتخيل قديش في قوات وعونية حيستعيدوا الجنسية إذا أقروا بالجلسة التشريعية؟ يا الله. دوما دوما تك دوما دوما تك أحلى برنامج من دون شك. دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي الحقيقة من دون عك. دوما دوما تك دوما دوما تك لغز السياسي عنده الفك. دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي بجرأة ولا مرة لك. دوما دوما تك دوما دوما تك بننطر وقته تيك ورا تك 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 تيك تك تيك تك تيك تك تيك تك.